تقول في همسة عتاب يا فندم. يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته حبه حبيته من قلبك. حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش من قلبك. بحبك في ايه يا هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم، انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش حشيش يا فندم. ماركه سيبها وخدها يوم السبت. نعم، لو مش فاضي السبت خدها لحد امان. يعني شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده يا فندم؟ ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات. توليفه عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي اتزنقت، العيال اتورطت معاهم يعني، وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي، فتصرفت. انت اتجننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين تشتغل لهم، انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالسو ده يا فندم. ده مفعوله كده. استنى، مفعول ايه؟ في ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني، ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع ليه؟ ما تولعش في بيتي ابدا. انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت باسيونو بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وباسيوني. خلي باسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمه. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه، علشان هنعدي. ايوه، لفت لك منه الصباحه. ايوه، ابو كرتونه. كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرز. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار يا فندم. يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل حفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني يا فندم. عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حسومة. ده حازم. أمال هيكون عمرو. مين؟ عمرو شنب اصطباحتك الجركة أبو كرتون يا فندم. الاصطباح اللي عاملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني أنا مطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح اللي انت بتقوله ده، لا يمكن يحصل الا على جثتي. ايه يا فندم كده؟ العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه
جايب لي كهارب ومزمار بلدي. قول لي حفلة طهور يا سيباسيوني ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان. ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر فندم. بص شايف العيال مسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال. دول عيال سفلة جايين. انت بتلمسني زي يوم الحرز جايين. اه وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل. ده احنا بريتنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن. البيت بيتكم. خدوا راحتكم. كسروا الحيطان. اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي يا ابو العزايم يا زوبه. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب وهتسيبني هنا لوحدي؟ اعزمك ايه؟ ميه خدي راحتك على الاخر. طب واخده يا ميه على الاخر. روحي يا هفن معاه. روحي هفن هفن معاه. سيادة القبطان عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس. يلا غطسني غطوسه. ايوه ما فيش انابيب تشيل الحجم ده. هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطسي في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس. واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موته. يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. اه بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل الواحد يتغير علشانه. فوزي مسافرة وعامل حفلة بس حازم جالك على قفلة. إني ما تفهمش غلط. أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك صدقني. مصدقك طبعا يا بيه. بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. أنا عموما بص يا حازم أنا هشرح لك كل حاجة بعدين. تشرح لي إيه يا باشا بلبس الألعاب اللي أنت لابسه ده ساعتها؟ حلو؟ طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي بره. شبكة إيه؟ الشبكة يا باشا اللي بره. يا باشا عشان كده حضرتك حاططني في الآداب عشان أتستر على جرايمك. يا بجم افهم أنا فعلا ابتديت إجراءات نقلك بس أنت ساعدني. نقل إيه يا أبي وتكلفة إيه؟ كنت مثل الأعلى وخلاص انهارت. يا سفاح الأندر إيدج. اخرس ولد حازم. عزمي عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي. روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده فظيعه فظيعه. قطك دي؟ ها قطك. ايوه ايوه. سريرك؟ ايوه سريرك ده. والحافي بجد؟ ايوه بجد يا عزمي. أيوة. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بعدين. بقول لك ايه يا عزمي؟ لا الجو ده ما بيسرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايدج جايه تسلم عليا. اه ربنا يوفقك يا باشا. طيب طول عمر الاولاد معايا بتاكل. شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي. كنت معاه في الفصل. مش معقول يا فندم حكايه الرحلات دي
زادت عن حدها قوي لدرجة انها بدأت تأثر على المستوى التعليمي للجامعة. ما تيجي نتكلم بصراحة، انا فاتح الجامعة دي بيزنس افيد التعليم